كنا عم نحكي تحت الهواء، ويوميا هذا الحديث الشائع بين كثير من الناس انه الوقت صار كثير طويل. يمكن عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، السيدات وحتى مو بس ستات البيوت، كل الصبايا حتى الرجال صرنا عم نشوف ينزلوا الاكلات تبعيتهم، عم يتفننوا شغلتنا الشاغله تماما، عم يتفننوا بالطبخ وبعدين يرجعوا يتفننوا بالصور انه هيك شكلنا رح يصير بعد فتره الحجر. ولكن بالحقيقه في كثير شغلات ثانيه بنقدر نساويها بالبيت، من الشغلات اللي بتخلص او الشغلات اللي بتفضى مثل ما بنقول، بدل ما نكبها ونتركها على جنب وما نعرف شو ممكن نساوي فيها، فينا نعمل منها شيء، بنضيع وقت وبنعمل شيء مفيد. رح نتعرف اكيد على هي الزينه او على حتى اعاده تدوير الشغلات بقلب البيت مع الاختصاصيه بهذا المجال مريم كربوجي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك مريم. يسعد صباحك مريم. يعني من الشغلات اللي انت جايبتي لنا اياها مستثمره وقتك بالزينه، لا واضح انك مستثمره وقتك بالزينه. اليوم عن جد نحن قد ايه في شغلات حوالينا مريم موجوده بالبيت ما بندرك قيمتها او كيف نحن بنقدر نشتغل فيها شيء حلو. اكيد هلا نحن حنرجع شو بيكون انه بدنا الشغله ما بنلاقيها بالغرض القديم اللي عنا اياه، اذا فكرنا فيه شوي بيطلع نفس الشيء اللي بدنا اياه واحلى. يعني بكون مثلا جابالك مثلا شفتي شيء قطعه ما فيك تجيبيها او شيء، اذا فكرتي بغراض القديمه يلي عندك فيكي ترجعي تساويها بتطلع شكل احلى ما انت متوقعتيه. يعني عن جد بس باضافات. ايه يعني يمكن مريم كلياتنا عم نستخدم كثير شغلات اكل زياده صار من البيت، عم نجيب مشروبات، عم نجيب ادوات تنظيف، عم بضل منا يعني استخدمنا عملنا لكل واحد بخاخه بالبيت وخلصت ورجعنا جبنا مره ثانيه بدل ما نكبهم. خلينا نبلش هيك عامله شيء انت من بخاخه. يمكن بزمان الكورونا في كثير عنا صار علب ونظيفات زياده عن اللزوم، فلازم نستغلهم. يعني هلا مثل هاي مثلا علبه منظفات انا بخيتها حطيت لها جليتر، حطيت لها ورده، عملتها مثل شيء نحط فيه مثلا الورق، يعني انه طلع شكلها كثير مهضوم اصلا. يعني في كثير يعني هدول الوراق كل ست بيت وكل واحد فينا بالبيت بده يستثمرهم، ان كان بالمطبخ بنسجل عليهم الشغلات الناقصه فدائما بدنا الورقه والقلم، وان كان بالصالون او بالشيء بدنا ندور عليها لهي الورقه فبنلاقيها موجوده. حلو تنحط بالمطبخ. المطبخ انا حبيتها بالمطبخ بسيستم المطبخ، يعني بتلاقيها كثير مهضومه وكثير لذيذه. فكثير في قصص ممكن احنا نستفاد منها من هدول الشغلات، يعني بيطلع منهم افكار كثير حلوين. كمان يمكن هلا نحن عم نحضر لعيد الفصح وفي كثير عالم هلا ببلش تزيين البيض والشوكولا لحتى يتناسبوا مع هي المناسبه. كمان شفت انك محضره شيء او جايبه شيء. محضره شيء لعيد الفصح بما انه ما في هلا اسواق اصلا فاتحه، فنحن كمان لازم نستغل القصص اللي عندنا اياها. انا اليوم عامله بعلبه الكولا تمام، بس قصتها بالنص وعملت لها بس فتحه. والقسم الثاني الغطا كمان نفس الشيء، كمان مقسوم وباخختها كلياتها ومزينتها. هون بنحط القش تمام، وفينا عامله تنسيقات البيض الملونه فينا نحطهم. يعني حلوه كثير تضييع وقت هي مع الاولاد، شغله تطلع كثير مهضومه بالاخير. بس نرفع ايدنا شوي. ايه تمام تطلع كثير مهضومه، مميلة هيك شوي بس لتطلع. مريم لحتى البلاستيك ما يجرح شو عملتي له؟ لحتى ما يجرح طريقه قصة اصلا، انا اول شيء قاصصتها بسكين، بس قاصصتها بحميه السكينه على النار وقاصصتها. بعد بيطلع في زوايا هيك كثير ممكن تجرح، ترجعي كمان تكويها بالنار. ايه مثلا شمعه، بنحط شمعه او قداحه وبنحطها هيك دايره لحيث انه هذا البلاستيك اللي بيجرح انه يروح ينكوى وينكوى، بتطلع كثير ظابطه. طيب خلينا نشوف كمان هي القطعه واللي هي شكلها مميز. هلا هي عندي انا اصلا فازه مكسوره، يعني هي اصلا هي هيك اوكي، هي هيك وقاعدتها مكسوره. فانا كثير حبيتها وما حبيت اني روحها نكبها فرحت اول شيء انا تاركتها من القسم الثاني مشان ابين شو عملت فيها. رحت جبت طابه فلين تمام وحطيت لها الورد. هلا انا ما كملتها مشان نورجي كيف عملتها، وبعدين حطيت لها الطول اللي فوق. هلا ممكن تحت فينا نحط ضوء او لمبه او شمعه، بتصير كمان يعني بتعطي شيء حلو، بتعطي مثل الكلوب يعني بتصير. بعدين بنحط لها تنسيقة الورد
ونحن بنكفي بالطريقه اللي بدنا اياها. بدنا يعني انت حسب ما بدك، حسب ميسان كمان شو الاغراض المتوفره عندك، يعني انت منه فيك تستغلي هدول القصص هاي واستفادي من الاغراض احسن ما تكبيها وتطلع شيء حلو يعني. يعني كل حدا بالبيت عنده شيء، يعني مثلا الطول ممكن يكون حدا جاي له هديه سابقا محتفظ بورقه الهدايا او شيء، او حتى يمكن الفساتين اوقات في فساتين بتتغير ببطل بنحب موديلها بنقدر نقصها ونستفيد منها ونعمل منها هيك شغلات. استفادي من كل الاغراض اللي عندك اياها بالبيت، اذا بتفكري فيها شوي بتلاقي انه كل غرض بيطلع منه غرض ثاني، يعني ما في غرض ما بينكب الا ممكن تنسق بطريقه ثانيه وبنعمل منه كثير افكار وكثير اغراض. يعني دائما بتعملي احيانا انت تنسيقيات هدايا مميزه مريم بنشوفها وبتجيبي لنا اياها. اليوم مثل ما قلتي انه السوق مسكر، في عالم يمكن عندها شغلات بدها تهدي منها او بتجي بتعطيك اياها لحتى تعملي لها فكره تنسيقها، شو الشغلات يلي بتستثمريها اكثر شيء لحتى تعملي منها هذا هي الاشكال الحلوه والمميزه؟ هلا بما انه هلا مثلا ما في اسواق، ما في ممكن احنا نستغل مثلا علب اللي بتكون مثلا علب فيها شوز فيها دول القصص هدول ممكن نغلفها تمام. هو كرتون واصلا بيكون شكلها متناسق يعني بوكس، انت بمجرد ما تحطي له مثلا تجليد او تغليف او اي قصه ثانيه او تحطي له مثلا فرو يعني حسب شو انت عندك يا هلا فيكي تستغليه وتصير عندك يا شيء ثاني وما بتحزري اصلا انه هي هيك. يعني انا اصلا بالاحوال العاديه احيانا بيكون مثلا عندي قصه وبدي استغلها يعني ما في وقت اني ظبطها فبكون عندي غرض برجع بساويه مره ثانيه بحط له فرو بحط له شي شغله ولا حدا بيحزر انه شو كان هو اصلا يعني. طيب مريم خلينا كمان هيك نعطي شوية أفكار لكل ست بالبيت، يعني اليوم كمان هي صارت عم تتعامل مع كتير أدوات والتنظيفات بشكل زايد أكيد. كيف هي حتى تجمل هي القطعة اللي هي عم تستخدمها لحتى تتذكرها وما تنساها؟ يعني إنه مثلا عملت هي نسيت بخلها كحول أو نسيت أعمل هي الشغلة، كمان على باب البيت فينا نحط قطعة مثلا لحتى نصير نبخها بكحول أو شيء نتذكر إنه هدول الأماكن لازم نحن ننظف دائما ما ننساهم. ايه هلا بدول الاغراض نحن فينا دائما نسقهم، يعني انه بتحطيهم هذا الغرض، يعني مثلا مثل هاي اذا كان فينا نقول علبه منظفات اكبر من هاي فممكن تنحط فيها بشكير او نحط فيها شيء انه هي بمكان انه تذكرك انه هون في محطوط هذا الشيء، فمنه انت استغليتي هذا الغرض ومنه كمان بهي الازمه انه مستفاد منه اكثر. يعني هلا حتى ممكن هاي نحط لها مثل الحنفيه انه للبخ او شيء، يعني ممكن تتركب هي الحنفيه البلاستيك اذا حطينا لها اياها فبصير مثل علبه التاتش فيك تعتبريها. فكل غرض سلمى نحن فينا نستغله وفينا نجمله، يعني هلا هي العلبه ما بتحزري انه هي اصلا كانت علبه منظفات يعني مبخوخه ومتزبطه ومتنسقه فبتغير شكلها كليا يعني. طيب نعطي افكار بالختام لكل ام عندها يمكن اولاد وفي عندها كثير قصائص بالبيت فينا نقول كرتون بلاستيكات، كيف هي فيها تستثمر وشو هي ابرز الالعاب السهله وبتقدر تعملها هي واولادها شغلات يدويه؟ هلا الشغلات بما انه اذا كان فيها شغله اولاد فما فينا نقرب مثلا الشغلات يلي نار او هيك قصص، يعني مثل هي اللي عملناها ما بده يكون فيها اولاد، بس الاولاد بيحبوا مثلا شيء في تلوين يعني الشيء السهل مثلا يكون بسيط اكثر، مثلا تلزيق الورد هدول القصص ما كثير انه بده مثلا بده مجهود، يعني بنعطيهم نحن القصص الصغيره وبهذا الوقت يعني في الامهات تنسى اولادها تعود تسلوا ومنه تسلايم ومنه تضييع وقت لانه الوقت صار هلا كثير طويل، يعني قد ما عم تشتغلي بتلاقي انه لسه نهار طويل. هدول تلزيقهم فينا نلزقهم بشعله عاديه او لازم الشيء الحراري؟ لانه بعرف لا مو شرط الشيء الحراري، يعني نحن على حسب شو عم نلزق. يعني اذا انت عم تلزقي مثلا هلا انا وقت ملزقه الفلينه على ازازه هي بدها سيليكون، اما انا وقت ملزقه الوردات لا ممكن شعله ممكن سيليكون حسب انت شو متوفر عندك. اكيد يعني كثير افكار حلوه وسهله وبسيطه اعطيتينا اياها اليوم مريم، بدنا نتشكرك وبنتمنى عن جد الكل يجرب على الاقل هي الافكار ويجرب يساويها. شكرا كثير لك مريم. شكرا كثير لك مريم وللافكار اللي قدمتي لنا اياها.